الخير واهلا وسهلا بيكم في جامعه الجلاله. معاكم دكتوره رضوى حسن مدير برنامج النانو ساينس اند تكنولوجي بالجامعه. بيجي لي اسئله واستفسارات كتير قوي على ايه هو طبيعه البرنامج وايه هو النانو ساينس اصلا، والخريجين بتوعنا لما بيطلعوا بيشتغلوا في ايه ومجالات العمل بتاعتهم. فانا هجاوبكم على الاسئله والاستفسارات بتاعتكم دي في الفيديو ده. النانو ساينس اند تكنولوجي هو باختصار الفيوتشر اللي جاي، كل حاجه تخص التكنولوجيا اللي بنستخدمها دلوقتي والتكنولوجيا بتاعت الفيوتشر كمان، كل ده مرتبط ببعضه بايه هو النانو ساينس اند تكنولوجي او ابلكيشن للنانو ساينس اند تكنولوجي بروجرام. بيدخل في دراسه ادق التفاصيل الممكنه، يعني بدخل في النانو سكيل اللي هو اصغر سكيل ممكن تتخيله ما بيتشافش بالعين المجرده، بحيث ان انا اقدر العب في الاستراكشر بتاع الماتيريال اللي موجود قدامي واغير البروبرتيز بتاعته حسب ما انا عايزه عشان اطلع بروبرتيز جديده واعمل حاجه جديده. طبيعه الدراسه بقى في البرنامج بتاعنا هو عباره عن 4 سنين متكامله، او بمعنى تاني 8 سمستر، معتمد على الكريديت اور سيستم. طبعا الثمانية سمستر بتوعنا دول بنبدأ بأول 4 سمستر، يعني أول سنتين الطالب بيدرس بيزيك ساينسز لكل حاجة، بيزيكس البيولوجي والكيمستري والفيزيكس، كل العلوم الأساسية اللي تعلمها. وبعد كده السنتين اللي بعد كده بيبدأ يدخل في ديتيلز أكتر حسب البرانش، أو يتخصص حسب البرانش أو الفيلد اللي هو حابب يشتغل فيه كأبليكيشن بعد كده فيوتشر تايم. المين تراكس اللي موجودين عندنا هم الفيزيكس والكيمستري. هوبفلي ان شاء الله هيبقى في possibilities كمان للستودنتس ان هم ياخدوا minors في حاجات تانية زي البيولوجي او whatever depending على الاتجاهات اللي هم حابين ان هم يشتغلوا فيها. الدراسة عندنا بتكون معتمدة على حاجتين اساسيين: interactive learning، ان الطالب بيتعلم بطريقة interactive، هي discussion مفتوحة ومجالات مفتوحة للبحث بينه وبين الدكاترة بتوعه. والجزء الثاني بيكون research based learning، وده بيساعد الطالب ان هو يتعرف على كل مجالات الريسيرش ويبدع اكتر وينتج حاجات تانية جميلة اكتر. من اهم المميزات اللي بتميز البروجرام بتاعنا هنا ان هو unique program في مصر. مفيش undergraduate programs كتيرة في مصر بتدرس النانو ساينس، وبالتالي ده بيخلي الطلبة الخريجين اللي طالعين من عندنا يونيك قوي في ان هم مجالات العمل اللي هتكون موجودة كتيرة، لان هو ده الفيوتشر زي ما قلنا، ده المجال اللي مفتوح دلوقتي لكل التكنولوجي في الفيوتشر وكل الابليكيشن. والطلبة اللي طالعين من عندنا لان العدد اللي موجود في مصر قليل جدا، فبالتالي هتبقى فرص ومجالات العمل قدامهم كتير. بالاضافه للكلام ده احنا اصلا كجامعه كاسره جامعه الجلاله كلنا بنسعى على طول ان احنا نعمل شراكات دوليه، وبالتالي بتبدا الجامعه ان هي تعمل دول ديجري في بعض البرامج وتعمل شراكات مع كليات تانية وجامعات تانية على مستوى العالم. من ضمن الحاجات ان احنا كمان بنستضيف دكاتره من بره من الخارج، اساتذه من الخارج يجوا يدرسوا عندنا في البرامج بتاعتنا. فمثلا حاجه زي في النانو ساينس اند تكنولوجي عندي في مواد معينه بنبدا نسلكت المواد دي وبنشوف البروفيسور اللي معروف جدا بره مين، وهو اللي ممكن يجي يدرس الماده دي للطلبه اللي موجودين عندنا هنا في الجامعه، وبالتالي بيديهم ثقل وبيخلي ليهم انترناشنال لينكس كتيره جدا من قبل ما يتخرجوا اصلا. بالنسبه للريسيرش ليرنينج او ريسيرش بيز ليرنينج، ده في البداية احنا بنبدأ ندخل الطالب طبعا المعامل من سنة أولى، بحيث ان هو يبدأ يعمل شغل عملي ويعمل تجارب، وبنبدأ ندربه خطوة بخطوة لان هو ونجهزه ان هو بعد كده ان شاء الله لما بيوصل لسنة تانية بيبدأ ياخد او بيستخدم اجهزة متطورة اكتر وحاجات حديثة اكتر في التجارب العملية بتاعته. بنبدأ نintroduce الريسيرش له step by step، وبعد كده بيبدأ يعمل projects ممكن تكون مشتركة ما بين الجامعة هنا وجامعات برة، ودي اللي احنا بنحاول نأسسه دلوقتي. فبالتالي بيبدأ يعمل مثلا نحدد بروجكت معين ويبدأ يشتغل ما بيننا مثلا وما بين جامعات تانية سواء في مصر أو خارج مصر أو في مصانع أو شركات، ديبند على هو ميول الطالب إن هو يعمل إيه والفيوتشر تايم بتاعه يكون إيه بعد ما يكون كون فكرة على الأبليكيشن المختلفة للنانو ساينس في مجالاته الكتير اللي موجودة. السؤال بقى المهم جدا جدا وكل الناس بتسأله وبتدور عليه، إحنا مجالات العمل بتاعتنا إيه لما هنتخرج؟ انا دايما بقول للطلبه بتوعي النانو ساينس ده عامل زي الامبريلا الكبيره كده اللي تحتها كل مجالات العلوم، كل مجالات الابلكيشن موجوده، فبالتالي تقدر توظف اللي انت اتعلمته في النانو سكيل وفي النانو ساينس سوري بروجرام، ان انت تقدر تبدع وتنتج حاجات جديده في مجالات مختلفه. منها مثلا تقدر تعمل ابلكيشن في نواحي طبيه، مثلا زي ان انا اقول انا عايزه اعالج مرضى السرطان بان انا اعمل لهم دراج ديليفري مخصوص، اعمل كبسولز مخصوصه في النانو سكيل
بسايز صغير جدا اقدر احقنها في الدم تارجتد سبيسيفيك للكانسرز او للاماكن بتاعه التيومرز، وبالتالي اقلل السايد افكت بتاعه على جسم الانسان. يبقى انا كده حسنت من النواحي الطبيه او النواحي الصحيه للانسان. ممكن استخدمه ان احل مشاكل تانية، ممكن استخدمه مثلا في التكنولوجيا بتاعه الموبايلات والتلفزيونات والكلام ده. كل الشركات دي دلوقتي معتمده على ان ازاي نحدث في السكرينز بتاعه الموبايل، في ميموري بتاعه الموبايل، في كل البروبرتيز في التشارجنج. كل ده داخل تحت النانو سكيل. كمان من ضمن المجالات ان ممكن استخدمه ان انا اعمل تغيير في البروبرتيز بتاعه ماتيريال زي مثلا تكستايل القماش، السبورتس كلودز اللي احنا ممكن الرياضيين بيستخدموها، انها تتعالج بمواد كيميائيه معينه او بحاجات معينه بحيث انها تطلع بكواليتي معينه. فانا كده بحسن كل مجالات الحياه اللي ممكن تتخيلها باستخدام النانو سكيل، لان انا بقدر اتحكم في البروبرتيز بتاعه الماتيريال من وهي لسه حاجه صغيره قبل ما تعمل الاستراكشر الكبير اللي احنا شايفينه. من ضمن الحاجات المهمه جدا والمجالات المهمه جدا مجالات الطاقه المتجدده، زي مثلا السولار انرجيز، الويند تيرباينز، طواحين الهواء، الحاجات اللي بتولد طاقه، كل دي برضو بتدخل في اطار النانو ساينس تكنولوجي او النانو سكيل تكنولوجي. كل مجال تقدر تتخيله ممكن تلاقي ليك مجال شغل فيه. ممكن معامل التحاليل الكيميائية الخريجين الكيمستري مثلا، ممكن معامل ومراكز الأورام ومراكز الأشعة. كل الأماكن دي في المستشفيات، في مجال بحث علمي طبعا نكفر أي حاجة، في مجال زراعة، في مجال الغذاء الفود. كل الأهل ممكن تتخيل ان حتى في البرودكشن بتاع الايس كريم تقدر ان انت تغير في التكستشر بتاعه وتغير في البروبرتيز بتاعته عن طريق النانو ساينس. فهو داخل عندك في كل مجالات الحياه، وتقدر تعمل له ابلكيشن في اي حاجه انت ممكن تتخيل. لو عايزين اي استفسارات اكتر او عايزين تعرفوا معلومات اكتر سواء على برنامج النانو ساينس اند تكنولوجي او على جامعه الجلاله بصفه عامه، تقدروا تدخلوا على الويب سايت واللينك بتاعنا وتدوروا على كل الاستفسارات اللي انتوا عايزينها. هنستناكم في جامعه الجلاله.